y like que Robert. Be like que what was happening? Be like اللي رفض الوكاله اقرب واحد ليه اللي هو الريد نيوكليس نفس التاني.
تعمل عن طريق الروبوت فايل بالشكل ده. فكنا قلنا بعد كده انه بيبعتوا الكاما. ايه اللي بيحصل؟ الكاما بتكونتراكت البريفرنتال والسنترال بارت هنا تنشن، فهو يبعت عن طريق الدورسال روت للارض. يعني هما يبعتوا للكاما والكاما يبعت للارض. دي مهمة، يعني إذا الشغل التكنيكي أكثر ممكن يبعتوا دايركت للارض نيور الدور، لا هما يبعتوا للكاما والكاما تبعت للارض. أشهر مرض عصبي في الإنسان اللي هو الشرع المصري اللي بيبقى ليه جنب الإنسان الكرتون. ويقابله في الأنيمال تجربة بتعملها في الأنيمال اسمها ديب ليبريت في جي بي تي. ده في العمل مهمة جدا. في البضاعة دي وعطينا كويس قوي. بيبقى الأمر ما بين الطنز والمضرب بالشكل ده. الأمر ما بين الطنز والمضرب. يبقى ايه اللي حصل؟ ان في الحالة دي انت شلت كل حاجة ما عدا السيم فاسيلتاتري. فاسيلتاتري دي بروفيشنال وسيم اللوجيك استحالة. دول شغالين. والناحية الثانية في دي بتبقى بروفيشنال، قلنا ده لوحده ما عندوش انترنسك اكتيفيتي، ما اشتغلش لوحده، بس الدافري بيشتغل لوحده، يبيت له ده. يبقى اذا في هذا الانيمال هيحصل بريدومينانس اوف فاسيليتيشن، في انهي باطن؟ الانتيجرافتي باطن، في الانسان اللي هم مش كافينها بيبقى شكله كده، فليكس الابر ليج واكستند اللور ليج، وفعلا كلنا عارفين هذا المنطق. ده شكل عينين عندهم شكل نصفي من لو فيكس الابر ليم واكستند اللور ليم تبقى فاهم بالظبط الليجن في الهيموجيشيا بتسيب مين؟ بتسيب الفاسيتات اللي تيجي الروميشن والفيستيبر نوكلاس اون وان سايد ودول شغالين، والناحيه الثانيه بتسيب الانيبيتري دي مش شغاله لان لوحده ما عندوش برنسك اكيد. لو خدتها في الانيمال قلنا نفس الفكره، يبقى اكستند فور ليم ارش باك الليجن تيك مش شغاله. بيزنس فور جيمز ارش باك ايفنت يبقى انتي جرافي مصر. ده بيبقى شكل طب هنا دي سيرفنتي جي تي اللي هو الميلتي جاكشر نصفي، هل هي اوف دايركت نيشر؟ يعني هل البرزنتيشن بيروح للالفا دايركتلي ولا بيروح للجاما والجاما هي اللي تبعت الالفا؟ فهمت بتقول ايه؟ تروح للجاما والجاما تبعت الالفا. والاسباب سهل جدا، اقطع الدورسال روت. لو كان قد الخطا، لو كان الفاسيليتيشن ده رايح للالفا دايركت او الدور الاحمر. الفا دايركت هل يضار بقطع الروت دخله؟ لكن لانه بيروح للجاما والجاما هي اللي بتلعب للالفا، لو قطع الشي روت يبقى ازاي الجاما هتلعب للالفا؟ ما تقدرش. اي لو قطعت الشي روت ايميديت الدور يختفي. يبقى هذا يدل ان في سيليفون تجيكي اللي هو دي من ليجا في الانسان بتبقى اوف ريفلكس نيتشر. لما بيقولوا ريفلكس نيتشر بعدها عن طريق الجاما ريفلكس. بص الالفا دايركت. دي مهمة جدا 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 جينيكيا، لأن الجينيكيشيا الشرع النصفي الذي هو أشهر مرض عضلي في الإنسان ما يتفهمش إلا في الكلام ده. هو البيع عندنا لا سؤال عملي مهم جدا دي تعمل ايه؟ لازم هتتسال كتير. لما تقطع في البضاعة ايه اللي حصل؟ تبقى فاهم. نيجي السؤال اللي بعده اللي هو ايه؟ هو الكلينيكال امبورتنس. كلينيكال امبورتنس اوف بيشنت احنا قلنا يا شباب ان الستريتش فليكس نوعان، في دايناميك اللي هو السيرفون شير وستاتيك اللي هو فرد الصوت. نبي عليه عمل ليك الامبورتنس النظري مهم وفي نفس الوقت عمل عملي مهم جدا. سيرفون شير ده اللي هو دايناميك كريشي فليكس.
هنا هنجيب المطوعه لما نيجي نشتغل عملي مع بعض انا وليكم وكبره مع التندر ده مش فاضي بتاع مع التندر فبيحصل فاضي كونتراكشن فور فايف فاضي هناك دي اشرح شويه عملي مش مسطح خلاص كل ريفليكس في جسمك بينقسم لثلاث طرق حتى في الساينات هل هو مونو ساينابتيك ولا بولي ساينابتيك حسب السنتر هل السنتر ولا السباينال كورد ولا الميدالا ولا الليك برين ولا الكورد وحسب الريسبتور هل الريسبتور في الجلد ولا تحت الجلد هطبق الكلام ده على هيسالك السنتر جيل حسب الساينابتيك مونو ساينابتيك ان الفيش فيكتور الوحيد اللي مونو ساينابتيك حسب السنتر سباينال افكت حسب الريسبتور الريسبتور مش الجلد بالمصري مصري سبنتي القديم والجاي يبقى لازم تبقى مستعد في الام اس كيو للثلاث حاجات دول يبقى اي ريفلكس لازم تعرفه من حيث ثلاث حاجات فهو من حيث السباينابس مونو سينابس من حيث السنتر فاينل ريفلكس سنتر ستارت مون من حيث الريسبتور مش في الجلد يبقى يسموه على طول ديب ريفلكس لو في الجلد يسموه يا ريت تكتبوها في الصفحه اللي قبل او في تحت الرواد ان ده مونو سينابتيك فاينل ديب ريفلكس فتبقى عارف ان اي ريفلكس لازم ينقسم حسب الثلاثه دول وهنبقى نعمله في العملي اربعه ريفلكس المشهورين في الطب اللي هو النين والانكل والبايسبس وال وهنقول لكم العملي ان احنا العيال اللي هنعمله ريفلكس لازم نخلي العضله في حاله سايد بوش عشان ده يسموه باك جراوند بس مش بوش وعليه بص معايا لو انا عاوز اشتغل على البايسبس لازم اشدها تبقى ايدي زاويه 120 عشان البايسبس تتشد لكن لو بشتغل على البايسبس تبقى ايدي 90 درجه يبقى تاني ما تظبطهمش لو انت فاهم. انا ماشي عامل دلوقتي بتتقطع خالص ده مش طبعا. الفكره ان احنا بنحط العضله في البوزيشن اللي يخليها ستريتش. كان ده يديني سبورتيشن. الريسبتور اوريدي ستريتش. فعندي ترايسبس ومايسبس. واحده بتاعها 120 واحده بتاعها 90. اللي فارق هو بقى البايسبس عشان اشدها دي بايسبس. لازم اخد كتير عشان تتشد. يبقى 120. انما الترايسبس اديها كده عشان تتشد بيها 90 مني لازم ريدي تبقى مبنيه تمام بشتغل على الكوادر طب في الانكل لازم يبقى في بارت ديتكشن في الكود بارت ديتكشن مش هنشتغل يبقى بحط العضله في البوزيشن اللي يخليها لايك ايه؟ ماشي تاني حاجه انا ما بتفرجش على حركه الرجل انا ببص على العضله الطويله على الكوادريسبس على البايسبس على الترايسبس وعليه مفروض شويه اغراء في العيال لازم انا شايف العضله ما اشتغلش ابدا في العيال الهادي ثيوريتيكال يمكن على تجاوز على ذلك في الطلبه مش هنعمل اغراءات انا في الطب مفيش كده The muscles to be tested should be there. لازم تبقى شايفها، انت ما بتبصش مش مهم جدا تتحرك، المهم كده العضله عملت كده، كونتراكشن قال تكريم، مش مهم حركه ايده وحركه الرجل، المهم العضله يحصل فيها تويتشي، فلازم تبقى شايف العضله. فتقول للمنتحك مفروض ان العضله تبقى سلايد ستريتش للراحل وبعدين تبقى بيرن مرتين. طالما ما شفتش حاجه، لان انت عارف الشخص لما انت ماسكه كماشه وهو ماسكه يعني شاكوش وهتضرب تبقى مخطوط. فلازم تدايفيرت الاتنشن بتاع العيان عشان تدي فرصه للجاما ديسشارج يزيد. فلو بتشتغل على رجله بنمسك بنشد ايدينا كده. طبعا هو الفكره انك انت تسوي العام يركز في حاجه غير رجله. طب لو بيشتغل على ايده يمشي كتير. كده يقول لك ده بيزود الكاما ايه في الشارت ويحتاج الريسبتور اكتر حساسيه. يبقى دي الثلاث قواعد اللي هقولها في العمل، انا بقول عشان العمل اللي يحصل ناس بره، يبقى انتوا سامعينها كويس.
العضلة لازم تبقى في وضع ستريتش وتبقى فين؟ ولازم تغيبين الاتنشن انتباه العيان. واحد بتقول له خبر وعبره على الجناح مخطوط خبر كلمه حرامي. فلو اشتغل برجله يشد ايديه صباعه، لو اشتغل بايده يبقى ديفينش كده. ده بتعمل ايه؟ يجي الباص التوب. الباص التوب دي استاتيك استاتيك ريشيو لاين. انما نفس التقسيمه دي مونوسينابتيك سباينال تي ريفلكس. مونوسينابتيك سباينال فلتر جديد لانها مصر ستات. طب ايه الكريتال امبورتنس؟ للطالب ذكي انا لازم يبقى كريتال امبورتنس، وده معلومه مهمه جدا في الطب الالاني. ليه ده؟ افهم انا ازاي متذكر النقطه دي. الانفليشن فيكس اهو، قال لي الانفليشن صح؟ ده المصري الثاني. يتميز عن دول الانفليكسز في الجسم ان ربنا عامل فور سيمتومز بيعملوا له فاسيتيشن عن طريق الجامعة طبعا، والفايف سيمتومز بيعملوا له انهبيشن. يبقى لازم هذا الريبورت الكيميائية يبقى ليه ثلاث أهميات. لو بوظت ريفليكس أرك، إيه رأيك في ريفليكس؟ هل في ريفليكس في الدنيا هيشتغل وإحنا بنبوظ ريفليكس أرك؟ يبقى أب أتونيا مفيش تون، مفيش، أنت ريفليكس. أي عضلة تطلع لها الريفليكس أرك يبقى فيها أتونيا ريفليكس. وهنا بتجيب لنا ثلاث إكزامبل، هم 20 إكزامبل. اختار الاوتر ده عندك في الرقاب. تبوظ الايفل ريفرال نيورايت. ريفرال نيورايت التهاب في الدماغ. تبوظ الافري اللي هو التيل الدورسالي، لكن التيل الدورسالي كانت بتشتغل الحته دي. تفضل كده جنبي هتوصل. او تبوظ السنتر نفسه اللي هو البوليو مايلايت اللي هو شارع الاطفال. طب بيصيب الانتيرو هورمون خلاص، مفيش شارع اطفال في العالم دلوقتي، الفاكسينيشن قضت على شارع اطفال، كل الحالات موجوده حالات قديمه. There's no more polymyelitis worldwide. ده من المشاكل اللي الكتاب قضى عليها. يبقى امتى الفيكس يختفي مش هتقايد اتونيا عند اي فيكس يا لا في كتابي ولا في الاعلام؟ طب هو اصل الفيكس ومدي لنا ثلاث امثله مش دول بس حتى ارد واحده كفايه. انما لو قلت لك كده احفظه، حاجه في الافر ايه بالدورسال، حاجه في الايفل ريفرال نيورايت، حاجه في السنتر في الانتيريو هورن سيت اللي هي البوليو مايلايت اللي هي شارع الاطفال. طب تاني امبورتنت، لو انا شلت واحد من الفاسيليتاتور خلاص، يبقى في الحالة دي شلت الفاسيليتاتور يحصل فيه دومينانت ريفليكس. يبقى في هايبو دنيا، ما تقولش هايبو، هايبو يعني قليلة. أند هايبو ريفليكس. هايبو دنيا تقول قليل وهايبو ريفليكس. وأشهر مثال هنا في العالم اللي هو ليبيا في نيو سليمان. نيو سليمان. ده فاسيليتاتور. وقلت ما لا يعلمه كثير من الزملاء، ما فيش في الهيومن بين ليجا في التالي. ايه يعقب الناس عارفه ليه؟ دي حاجه اكسبيرمنت. ليه ما بتسالنيش؟ ما نعرفش. امراض بتبوظ الدين، مفيش امراض في العالم بتبوظ الدين. طب عرفت ازاي تبتدي الهيبيتري؟ احنا عملنا له ديستراكشن، لكن ربنا مفيش مرض يعمل له ديستراكشن. طب بقول لك ليجر في السريبيلر يبقى خد النيو، طب ما بتسالنيش هل دي ولا بيو؟ مفيش بيو في العالم. بس ما تعرفش المعلومه اللي بقولها دي. يبقى هي في السريبيلا نحن نعني في النيو سريبيلا اللي هو في الكابس فيحصل بريدومينت اوف انهبيشن. واحفظتها اجاز، العام بتاع السريبيلا سايب عربي على انجليزي، كيف عارفين اهي. بتاع السريبيلا ده الاساس. مفيش تور وما تعملوا شيرت ضعيف جدا. هايبو توني وهايبو. طيب في حاجات تانية بتعمل هايبو توني طبعا مع الستيل.
ولما الثيروكسين يقل اللي هو الاكسيديما الثيروكسين بيزود السنسيتيفيتي تو كاتكولامين اللي هو شامل الديكا فورميشن. بالعكس لو عملت ليجا في الميتو يحصل بريدومينانس اوف فاسيليتيشن. اشهر حاله في العالم اللي هي الابر موتور ليجا اللي هو شامل اللي هو ليجا في الانترنال كابسول ابر موتور ليجا بيبقى العيال مخش عنده هايبرتونيا فليكشن في الابر ليج واكستنشن في اللور ليج. لما تجيب المطرقه تلاقي عنده اكزاجريتد ريفلكشن يعني توم جامد وعنده اكزاجريتد ريفلكشن. اشهر حاله هنا نيوتن ريبلر اشهر حاله هنا هناخدها حتى ما بعد القادمه بنتي اسمها ابر موتور انفيجن. وطبعا عكس سنين يبقى الاكزايت الان وعكس السديمة يبقى هايبر ثيروليزم عشان الثيروليزم بيشتغل على تسديدات الاستقرار. الكلام ده سؤال نظري مهم وعملي مهم يبقى عارف بس. طب نيجي بقى للانفيرس ريشيو تيست نظري بس. انفيرس يعني العكس. حتى انا هقول لك مقارنه جميله ما بين الريشيو تيست اللي خدناه والانفيرس يعني العكس. اي فيس مهم بيحب مش عارف كده طبعا. اوكي. تيست باكت فلوكير تيونس ريسبتور افريت سيستر جيب ريتم ريسبونس. حاجه خاصه بالعكس ده بس جميله جدا. خليك لما يجي لك اي تيست تعرف تكتب عليه ازاي. ده تكتبه. كل سجيشن حتى كتبها بالطريقه دي باذن الله. تيونس ريسبتور افريت سيستر جيب ريتم ريسبونس لو عرفت الانيشال يبقى كانها كلمه اسمها راسير. راجع للستريتش ريفلكس. الستريتش ريفلكس كنا قلنا فاضل الستريتش بس الاحسن منها تقول باي سينابتيك.
ان في وان ده لو ده الوحيد اللي عندنا بالانجلش في وان انتر نيرون باي كاينرجي. ولازم في انتر نيرون ده انهبيتور انتر نيرون هينهبت الانتير هورن سيل وعشان كده الريسبونس هيبقى انكتيشن. الافرز دي الما كلها انهبيشن وريسبونس ريكتيشن. مره في سؤال كومبير اند كونتراست ليتش ليت انفستيشن. طبعا مش عاملها جدول لان انا نفس الست رقم كاتبهم في اول ستيتش ليت هم هم والغرض فيعني انا هنا وريت لك الصفحتين قصاد بعض بس انت لو رجعت اول صفحه بعدين هم الست دول الاصول. فمره في سؤال كومبير اند كونتراست ليتش ليت انفستيشن فكرنا هنا مودريت ليتش كونتراكشن هنا مورتي ستريتش ياكوش وعشان كده سموه الهرس العكس انت المودريت عمل كونتراكشن الماركت عمل ريلاكسيشن الافريج هنا خدوا الثلاثه مع بعض لوس ايه كونتراكتيك ايه اصلا وفاهم ايه علاقتهم ببعض ما هوش فاهم هو ده انما هنا 1 بي يعني افضل شويه وما هوش 1 كايناتيك 5 كايناتيك هتقدم بيه اهو 1 بي وباي بينات 1 بي وباي لكن ستيل ان اي فرنت بارت اوف ايه؟ اصل مش عامل لها ريجريشن ريجريشن هيبقى ميروتي فحضر لازم هنا الغرض الحفاظ على اللينك هنا الغرض الحفاظ على بنش ما عشان تستعيش في النظام لما يجي لك كومبير اند كونتراست بنش بلاكس بنش بلاكس الهديه مكتوبه في حته ما تفكرش صناصير قبل السبعه الاوبجكت هنا لينز وهنا بنش لو كان اصلا لينز ما عنديش ولا حاجه هنا سافرت قبل السبعه في السبوت ست نقط وهنا بحافظ على اللينز هنا بحافظ على بنش. طيب نيجي بعد كده finding associated with hypertonia due to upper motor lesion دي بخطك العربي الجميل اكتب بيها الشرط الأمر موتور دي وليجا هو داعش اللي هتشوفه أكثر مثال شرط عيان الشلل النصفي في رأيوبة في ضرائبين وليه رأينا لكن السؤال قبل ده كان اسمه ايه؟ كلينيكال امبورتنس ريسيرش الدكتور الاكبر كان يقدر يكتب معاه تابع سؤال كلينيكال امبورتنس يعني الفايندنج دول تابع كلينيكال امبورتنس ليه؟ لان بص اهي هي موجوده في حالات الابر موتور انجري في عيال الابر موتور انجري اللي هو الشهر النصفي يوجد ظاهرتين اللي هو listening reaction and class 9 يا كلاس 9 دكتور طبعا عليهم حاول المرة الجاية تظبطوا عيال هو انجليزيا تحطوا كل البراءة دي دولكوا ضايعة دي انما هرجع لدايت وكان الجملة حلوة قوي كاتب ذا فينومينون يعني ظاهرة في الستريتش ريفلكس الإمباكت ستريتش ريفلكس الفينومينون دي إثبات شون الأبر موتور ريجين ما تبقاش شخص طبيعي لازم واحد يبقى عنده هايبرتوني عنده شلل نصفي وطول زيادة إنك أنت لفاضي برزنتيشن لو جيت العيان اللي ليهم عشانهم لا اديله ايده الأول هتلاقي في مقاومة وبعدين المقاومة تنتشر ليه؟ لأن في الأول ركز على الفايس لما ببني إيده أنا بعمل لينزنج للفايس بشد الفايس صح؟ كل مرة تحاول تبني إيده أنت بتعمل لينزنج للفايس في الأول المودريت ستريتش بيعمل كونتراكشن المودريت بيعمل كونتراكشن يعني جديدة أنت بتحسها صورة جديدة في الاخر لما تعمل مالتي ستريتش العضله بيحصل لها ريلاكسيشن فالريزيستنس بتختلف بالظبط كده بتنفع طب كده بس انت في ايدك انا همثلها صح يا رب لا قدر الله ربنا يديك الصح طول العمر
لقيت فيها شلل. ففي الاول انا جبت فيه مقاومه 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 وعرفت مفيش مقاومه. يبقى عامله بالظبط زي ما تمسك بط وارض غزال عارفينها؟ وتقفلها، الاول فيه مقاومه تبقى عندي وقفه. التشبيه ده سوقي شلل المقيل. ده عالمي كلاس ماي كلاس ماي يعني بط وارض غزال. مش انا جبت تشبيهات مطاوي هو ما فيش تشبيه في الدنيا زي بط وارض غزال بالظبط. في الاول فيه مقاومه وبعدين مقاومه في الثانيه. لان في الاول فيه ستريتش افكت المؤمن ستريتش بيعمل كونتراكشن المؤمن بيعمل كونتراكشن على المقاومه بعد كده الماركت بيعمل ريلاكسيشن اعدام المقاومه. فذا فينومينال اوف ستريتش افكت كونتراكشن مؤمن ستريتش كونتراكشن ماركت ستريتش ريلاكسيشن افكت شون ان لينثنينج ريلاكشن. اقول لك حاجه اللي ما كلمهاش الزميل لو غلبت ايد عندك تاني التون يرجع تعالي جدا. بسبب ان السبايك بتاعي الاسم مش بدل ما ماركت بقت موديل بيسموها شورت رياكشن عكس اللي اسمه شورت بس هو مش كاتبها. ان انت بتدي مقابل ليك 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 وعايز فجاه تختفي. لو غلبت ايده تاني يبقى انت اثرت السبايك التون يرجع تاني اختفى يرجع تاني هو شورت رياكشن مش مهم. نيجي الكورونا. لو جيت لهذا العيان وبعدين ده رجل مريض معلش يعني انا اسف ده مش شغل انما ده رجل مريض طبيعي رايح الكرسي بتاعك اشرب مقطوعه ما ينفعش يعني كده تقعد ماشي كده على الكرسي ده ده رجل مريض. ده رجل مريض يا مؤثر خلاص؟ طيب اعمل ايه هذا رجل مريض؟ اعمل صادم من تيل ستريتش لازم حاجتين. لازم تبقى من تيل يعني على طول لازم مش ببطء صادم من تيل ستريتش. الشخص ده ما يحصلش عنده حاجه خالص. انا بمثلها صح دي بيجا. الشخص اللي عنده كورس تقعد رجله تعمل كده. ريزم الكونتراكشن. اللي عنده شغل وسطي رجله تعمل الوضع اللي انت شايفه ده. ده اسمه كورس. ريزم الكونتراكشن. يبقى تاني ايه المشكله؟ لازم اعمل فاضي من تين ستريتش. لازم فاضي من تين. ما ينفعش من تين وما ينفعش فاضي من تين. لازم فاضي من تين ستريتش. ده رجله تعمل ريزميك كونتراكشن روح فوق تاني اللي عباره عن ستريتش فليكس اند انفيرت ستريتش فليكس الوقت عمال كونتراكت فليكس كونتراكت فليكس كونتراكت فليكس يسموها كروز. يبقى العيال اللي عنده هيجي فليجا اللي عنده ابر نوتو نيو ليجا ده عنده مواهب كتير جدا هتتفرج عليها. اولا عنده هايبرتونيا اكتر من عندي جرافي مصر اللي هو فليكس الابر ليج واكستندد لور ليج. ثانيا لما تعمل عنده الجيرس اكزاجريتد كيرس. ثالثا في ايده في ظاهره في اللينس رياكشن اللي هي كلاس 9 لما نحاول فيها الاول في مقاومه وبعدين تختفي لان الاول المودرن ستريتش بيعمل كونتراكشن مقاومه المودرن ستريتش كونتراكشن المودرن ستريتش كونتراكشن مقاومه بعدين المارك ستريتش بيعمل ركزي في المقاومه دي لازم ايده وفي رجله في كلوز في ايده في لينس رياكشن وفي رجله في ده الأفضل نوتو دي الرائعة اطلب الصفحات شويه اهو. مين الريفلكس الوحيد اللي بيقول
سنسيتيف. ايه الجزء الوحيد اللي 5 سينابتيك وفيري سنسيتيف؟ هو بابا تقليل وبتعتبره كله واحد من واحد. بس هو على وجه التحديد واحد ولا لا. الجايين كلهم بولي بولي بلغتنا العربية جمع يعني أكثر من اثنين. طبعا باللغات الأخرى مفيش مثنى. صح ما بيقولش زي ما احنا عندنا في مفرد ومثنى ولا حاجة. فاللي مفرد سيرش هناك. اللي مثنى باي سينابتيك انفيرت سيرش هناك. الباقي كله بولي بولي. بتتميز بان عندها روكيت اب تو ديستشارج. بسبب الريجن بريك سيركت والبارلل تشين سيركت. اب تو ديستشارج. يجي اول حاجه اللي بيجيك نعمل السوبرفيشال جاكت. وعلمتك يعني ايه السوبرفيشال جاكت؟ يعني ريسبتور ان ذا سكين. بحط دايره حوالين السوبرفيشال ودايره في الاخر حوالين السكين. يبقى كل الجيكس اللي جايه من حته الساينات بولي سينابت. من حيث الريسبتور سوبرفيشن الريسبتور بيجيك. من حيث السنتر هي سباينال ايفيكس. سباينال. اشهر واحد فيهم اللي هو الفيكس والدرون. خدناها قبل كده. وارض الشعب بحيث نرحبه. هنا تلاقي نفسك في كلام تكتبه. ايه الستيمولس اللي الواحد يكتب رجله؟ ان انت لازم تبقى تديك بينفول ستيمولس. صح؟ بينفول. طب ايه الريسبتور اللي هو بتاع البين؟ فري نيرف اندنج. طب ايه الاسبرين؟ عارفين البين بيحمل على ايه دلتا او سي؟ او اس. سيس وسيس وسيس هما ايه ده؟ لو انا بقول لك حبيبي بسرعه على بطن. يبقى تفتكر العقل الناس بتفكر. تبقى الافرد ايه هنا؟ ايه ده؟ ده هو ليه انت محطوط لسببين عشان يطلع الكورتكس يبقى لوكالايز وعشان يعمل الفليكشر والدرايف بسرعه اسحب رجليها بسرعه الدمج. وبعدين السنتر بوي سينابتس اكتر من 1 انترفيور مكتوب بس مش عندنا اكيد فايل يقول تكست بوك اكيد ده ممكن اكتب مع ان الايفرنت حاطط على الماسل قاعده الماسل بتاخد بي الفا دي ما تفكرش فيها اي كده الماسل اللي يعلم في اي رجال فالايفرنت اي كده الماسل اللي يعلم وريسبونس فليكشن اند ويترول فتصور لما انا اقول لك تفاصيل وطالب بيفكر وكان السؤال مش بياكل جو على طول بس عنده طريقه زي ما علمتكم من سبيشال سنتر اي كلمه نكست اكتب في السبيشال سنتر بتتكلم عن اكتب في مستنطر وجيب في الكتاب السنتيشن خمس نقط قلتها لكم في اوضه في روز قال لهم ريسبتور بعديهم ايه سنتر اي نكست بتنقط خلاص كده طريقه موحده وعندك فيهم الاكل تكتبه بنفس الطريقه الطالب من كتر التكرار بنفس النظام يبقى في قوالب فاونديشن في دماغه وانتم بيها. خد رجليك على الطريق ولما تفتكر ازاي الايتم. السبيشال سنسز رجليك بتتكلم افرين تيم سنتر ايكو تيم. السنسيشن خمس نقط فيرست سكند وثيرد اوضه دي روك قال لهم ريسبتور بعدهم السبت. فقال رجليك عادي تتكلم عن ست نقط تفاصيل. سيميلر بينفول ريسبتور فريدر انجن بتاعت البيت قافل قصاد الكهربيت يعني ده انت طب انا عاوز اتحرك بسرعه على فوق يبقى لازم تبقى بس تفكر والسنتر احنا عاوزينهم ما فيش غير واحد بس اللي هو سنابتس فيتش فليكس وواحد باي سنابتس اللي هو انتاج فريتش انتاج الباقي كله قواعد اهي هتاخد ازاي ما فيش غير واحد مونو فيتش فليكس واحد باي انتاج فليكس الباقي كله واي مصل بتاخد الايفر او بعيد السكر مصل هي اصلا وريسبونس فليكشن اند ويت درو بروبرتيز اوف فليكشن ويت درو طلع ده سؤال نظري بدنا مش هيجي لكن اذا جه هيجي فليكشن ويت درو نظري ريسيبروكال انفيشن ان عشان تسحب رجلك بسرعه
لازم تكونتراكت الفليكشر وتوقف انت الدمج. فهتعلمنا يعني ايه الفيبروليزيشن تغذيه متعامله. هتعمل لك ايه؟ ابدا يا ولاد. تاني حاجة في كروس اكستنسور فليكشر هتشوفوها في القطاع. لو الفيبرس قوي مش بس بتفتح رجل وتفل الثانية. لأن الإنفاس بيكروس ويكستند رجل الثانية بنسموه كروس اكستنسور. ليه بقى الرجل الثانية؟ تسبورت ذا بادي ويت. تسبورت ذا بادي ويت. ده كروس اكستنسور. طبعا الجايين حصل نقط كثيرة مهمة جدا. الفليكشن والباور. ليه أول واحدة كتبها في المقدمة العامة؟ إن في حاجة اسمها الواحد الأكثر بالشعر. إن أنت لما شفتك في إيدك أو في رجلك مصيب ما بتسحبش ايدك وترجعها تاني قدامك ايدك، بتسحبها وتقعد تعيبها فتره. يعني السيبر اتقل لكن الفليكشن موجود. عشان تقعد بعيد عن قدامك ايدك بسبب الاثر الشمس الذي يمتلك احد البروبلم. ان قصد الهي لما شكر مش تسحب وترجع تاني الفيلم والسيبر تسحب وتقعد تعيبها، طب ما فيش السيبر لكن اللي انت فيه الفليكشن اهو فليكشن. بسبب ظاهرة الاثر الشمس بسبب ريبيرمينج سيركت والكلوز سيركت. يعني لو عاوز تتمنى تتاكد دي كبروبرتي كامله. طبعا في بروبرتي رهيبه الفيكس والدرو ده ممكن يدي فيه محاضره كامله. خلينا كل جامعه نقول لها اللي هم عاوزينه بالظبط. يعني نمره ورقم لا اقل ولا اكثر كامل. نيجي ابدومينال ده قرار ده عملي كيف المريض كده برضه ده سوبرفيشال ده المريض بعد ده الامرين تجيب مفتاح مفتاح وتعمل جد تروفي بوزاسكين ده عشان يفضل هذا مهم جدا مش هقوله لك حاجه هيروح تاني هم ما يعرفوا ايه ده بيفعل في اسمعها اعتبرها فقط معلومات عامه. حتى بالعامل قالوا لك الفليكشن له اهميته بيقرا كده. ايوه كده. انا اقول لك الاهميه في مربع الصناعي، عارف كل حاجه ليها اهميتها ايه. ادي الامبراي هتيجي للمفتاح كده تعالي العام برضه وبعدين تعمل سكراتش كده وسكراتش كده بشكل ضايق زي الكتاب بتاع كل مره هتحرك كده المفتاح هتلاقي الباطل جاي كده راح بيخليك تغير الامبرايكرز هيروح ناحيه الحته دي وبعد كده يروح كده يعني تتلخص كده لا يا احمد بص معايا بقى الابر ابدومينال ريفلكس ليس مو ابر ابدومينال اللي فوق ده السنتر بتاعه متابعه التسعه التراث طب واللور من هتكمل بقى 10 الى 12 فرص. الفايتل هنا 10. ده الابر ده اللور. هقوله بقى ده معلش. ايه اهميه هذا الريفلكس؟ لو الريفلكس موجود ملوش اي قيمه. اي واحد طبيعي هتلاقي عنده الابدومينال ريفلكس. لو مش موجود ملوش اي قيمه لان واحد سليم جدا مفيش اي حاجه. امال قيمته ايه؟ ده اللي معالج لو لقيت الابر وما لقيتش اللور الابر موجود اللور مش موجود يبقى شخص ترانسفير كيكشن في السباينال كورد الثوراسيك تاني يبقى الدمج في النخاع الشوكي على الثوراسيك تاني بحيث ان في موجود التحديد مش موجود ادي الاهميه اللي معالجهاش التكليف مش اللي اقولها بهذا التعبير اكثر خالص ان هو رمز عبط هم يقول لك هو ده الفيكس، طب بناخده ليه؟ اديني قلت لك الاهميه للكلمتين. موجود ملوش قيمه، مش موجود ملوش قيمه، في التخان مش موجود. موجود ملوش بقى قيمته ايه؟ قيمته لو لقيت الابر وما لقيتش اللور. يبقى عرفت بقى ان الترانزفيرس سكشن عن تراث الترو ده اكثر ليجن لان الفيرتيبرال كولم الكيرف بتاعها غالبا لما بتتقسم بتتقسم عن تراث الترو. طيب الحفر موجود ولا مش موجود بس ده تكتبه الروح ما تحبش تسالك فيه. دي فكره معلومات عامه ما هو اهميه هذا الفيكس في الطب. حفر موجود ولا مش موجود؟
بروتستنت هيماستيك ريفلكس. احنا عارفين ده في الميل بس هذا الريفلكس، في هنا حاجه اسمها سكروتم وحاجه هنا اسمها تيست، والتيست دي عشان تفهم خلاص الدنيا فاهم تقدر فيها. ففي كريماستريك باصص كده اللي تعمل ايفيشن في الدنيا تقربها من قبل اللي هو حرارته تمام هي بلانش. انا فاكر انها في السنه او ليه خلاص كريماستريك باصص بلانش من ده ما عيناش المعلومه دي انا بقولها كده بتتكلم في السنه او ليه. لو جيت في اي ميل قلعته وعملت له سكراتش عند الابر بارت اوف ذا سايد الميديال ميديال اللي كده في الابر بارت اوف ذا سايد الميديال سايد ابر بارت اوف ذا سايد تلاقي يحصل ريفليكت ايفيشن ريزيستنس في نفسي مصر كونتراكت بتسكن تنط كده فوق الاسكروش شوف في قفزه كده ده السنتر بتاعه 1 2 لمبر. لو هذا الريفليكت مش موجود يبقى في ايدك 1 2 لمبر فانت عملت غير حلمان او حضر في مستريك بلاك خلي ليه كده تيجي في القمر بيجي انا اسف في الموبايل كامل سكراتش كامل التست بتاع التست البول سكروتم تحس ان في حركه للتست البول سكروتم الحركه دي مفقوده يبقى في ليجن عند 1 2 1 بلاستر ريفليكس بلاستر ريفليكس ده رجل المريض اهي سول انا باصين عليه ما تخافش قلعت الشراب سول انا بقطع سول بتاعك واجيب المفتاح واحد من اهم الريفلكسز واعمل فيرم سكراتش سكراتش بقى الريفلكس بتاع السول الاخير هنا بقول سكراتش انما هنا اقول فيرم سكراتش اللي امشي بص زي ما يجي الاكشن بالظبط على الاقل اثبت ذا سول كده وبعدين اروح ناحيه البيك تو عشان ده في العمل هتعمله يبقى تمشي على اللاب وعلى الاسف وذا سول وبعدين تروح ناحيه البيك تو. الشخص الطبيعي يعمل بلانتر فليكشن وكول تو عشان كده سموا ريفليكس بلانتر ريفليكس بلانتر فليكشن وكول تو. فبص معايا لو قطعت البيراميدال تراك بيراميدال تراكت مقطوع لو عيل عنده ترولر مقطوع يحصل له تورسي فليكشن في البيك تو. البيك تو بدل ما يعمل بروبر فليكشن يحصل له تورسي فليكشن. ولو الاكسترا بيراميدال تراكت مقطوعه خد بالك الاكسترا مش كبار الاذر توز يحصل فيهم ثاني يبعدوا عن بعض. وعلى فكره ده الابر موتور دي الليجر اللي هو عالي الشرق النصفي هتشوف في حاجات كتير قوي الابر موتور دي الليجر بيبقى مقطوع البرامجر ويل حته برامج بدل ما يعمل بص الايد بدل ما يعمل بلانتر فليكشر بول توك هيعمل دور فليكشر في البيت توك وثاني في الابر توك. لو حصل كده ده شور سايد في الطب والعبد الله الهام الطب خد ابر موتور دي الليجر العيان ده عنده ابر موتور دي الليجر يسموهم مع بعض الاثنين دول مع بعض كارينيك دي ساعه دي علينا هناخدها بعدين علينا ابر موتور. حتى اقول لعبد الطالب ليه انت اسمها ايه ساين اللي بدل ما يعمل بلانتر فليكشن يعمل توك فليكشن في بيك توك وفايق في الاذر توك. يبقى بص كده في الجمعه ممتاح لصالح باب عارف الباب باب نيكي فاين اسمها ايه؟ حاجه في الاوضه باب نيكي فاين الساين دي اسمها ايه؟ طب واحد من اشهر الساينس في الطب هناخدها بعد كده هنحط ثلاثه. طب الرقم بطا لو تعدى ال 100 هتخسر. تاني الشخص الطبيعي لو عملت فيرم لو عملت فيرم سكراتش في الدور يعمل ايه؟ بلانتر فليكشن في الدور. السنتر بتاع 1 2 3 مش لمبه. ايه الاهميه هم يشتغلوا هنا كاتبينها بعدين بس انا متعلم. لو عيال لعبه بدل ما بيعمل كده بيعمل بدل بلانتر دور فليكشن للبيك تو
وثاني يعني زي ما هو الاذر توز يبقى في ايجر في الكوارتر الاكسترا. وحتى عشان اذكرها لك لما ربط هنا ما كنت بدرسه الكرامينال عددهم اقل من الاكسترا كرامينال لما هندرسهم في الالات الاكسترا كرامينال دول ضعيف. فالكرامينال يعمل صباع واحد الاكسترا كرامينال يعمله طالع كتير عشان ما تلخبطش مين كرامينال ومين اكسترا كرامينال قليل قليل وكتير كتير. كرامينال يعمل دور سكشن في البيك توب والتانيين يعملوا ثاني في الاذر توز ده شور سلايد وابر موتور كتير. طب تعالى بقى نرجع لك لو جبنا عيان باذن الله بقول لك ايه يا ابراهيم؟ تعالى لي الوحيد في مصر الأبدان
جيش البوليس ومستشفى مجازين وحيد. مستشفى مجازين انا عندي ساعه، ساعه تروح ساعه تيجي، ما تتكلمش في تو اند جو، ساعه يروح ساعه تيجي. الطرش هشرح لكم الطرش يا ابو. طيب. الناس دي في الرشه دلوقتي جاي. لا كل واحد بيقف عنده ايه في العالم كلها. طيب. لو كان الكلمة ده كلام بتاع اطفال. لو الجلد ده ايه هيحصل فيه برضه توصيف شبرون عصر. لكن زي حتى لو تشوف مرة تقعد تكتب على ايدك كده عن فاضي وعمال تكتب. ارفع ايدك بتاعها فين؟ لونها احمر وعن هنا سوري. الهب يعمل بادي دايتيشن اند سوري. هذا يعني اقول لك التنفيش ده مش التفاهه دي. وسيبت انت ضاغط على ايدك فتره طويله، فالمفروض الضغط ده يحصل له ايه؟ لان ربنا عمل بالعكس، لما حته تضغط عليها يحصل لها برضه تنفيش، وبعدين ممكن من الاحتكاك تتعور. فربنا عمل سوري عشان تبقى طريقه. كده العيانين اللي هم هيجيلهم 9000 دلوقتي حالا اللي عنده شلل هينام على ظهره بيجيلهم كرة فراش لان الحته المضبوطه ما حصلش فيها بطلتيشن وما عجنش ما لقيتناش كده وما لهاش راس طاير فيحصل جرحه فين؟ فراش عشان كده الفكر بالتفاهه اللي كاتبها دي هذا الريفلكس هو الذي يمنع جرح الفراش في الشخص الطبيعي. احنا ساعات نقول كده ساعات عينين طول على ظهره ليه ما بنقفش في النهايه الحته دي فيها قرح؟ الحته اللي دي فين؟ تحطوا عليها بريشر حصل فيها برضه بديل وعلق. حاجه المبلوله ما بتتعورش لان احنا لما بنيجي احنا الاولاد تاكلهم بيحاول يخلي في صوت حط كريم وحاجات عشان ما يعورش روحه لكن لو ناشف هيحصل له ايه؟ تعور. دي كونتكتد زي الكريشن والديفيكيشن والريتشر انفكت. لما بتبني فاضي ريكتا بتبني فاضي اي مانيبيليشن عارفين اللي يحصل فيه ريكشن. طيب complete ES of the spinal cord ده واحد من اكثر الموضوعات نظري مهم وسهل هتكون ريكشن complete ES of the spinal cord العمل ده تعاود ايه كل واحد يعني كل اثنين واحد يبقى قصاده رسمه واحد وهذا الموضوع احس وانا بدرسه ان انا رجعت تاني لفلسفه الربط يعني هتاخده مره تاني مع الربط بس يعني اقول لك انا دي سكور وانا نعمل فيها فاضل واحده مني عشرات المرات لا ما كانش
ولا كل مره يرجع دلوقتي بص معايا ده مش طب يشرب وتبعت هنا عند التعديل عام عصر اللي هو مين فرين كتير اللي هو طالع مايكل بص اللي هو الورع دي كان هو مين عشان الطلاب كان الجمال هو عادي مايكل ثلاثة وأربعة فده الستاتي سمبل الدوس كان طبعا كان مهمة مهم البيس ميكر فاكر الدوسكر كان بيشتغل جنبها تبع الجلاد 4 5 عن طريق الفريم 2 بيشغلوا ال تمام وبيشتغل التكون طيب في ثلاث احتمالات اللهم على السبيشال سنتر لازم في عيان يكون جي تي اس سبار فور فتح كلام تتكلم على نفس لو حصل كومبليت تي اس عند اللور مظلة انت فصلت الستابري سيرفل من المصل والسبيشال يبقى عنده نفس مفيش حد يتكلم عليه ده ستابري بيا وتتبني جنبها كما هو الحال في الاعدام وشنقة اللي مش دور الحبل مش هو اللي بيخلقه الاحداث تعرف هو بيحط الحبل وهيبقى ابدا كله متطلق يتطور شويه ايوه طب بعدين فجاه تبتدي ندابه يفتحوا الطبليه اللي تحت اللي تقف عليها اسمها الطبليه في الاوفر الشمال تروح واقع في الاوفر اللي تحتك اسمها البير فتبقى عارف يعني الشغل ماشي ازاي شعارك ده وخلاص بتقع مع الطبليه هنفتحها تقع في البير الحبل ما اوعى تخليه يعني كده اتفضل او كده فاذا انت ما بتقع تقلب كل تيجي على الحته دي فيتكسر وده المطلوب الفرتيرا اللي كلها عند جوه الرمل يبقى فصلنا الاستابل سنتر من المطل والسبيشن يبقى الاستابل فين؟ ثاني احتمال ان لو نطيت بالشال باط بتاع الجيل الكوري او الجسيم زي ما حصل مع السوبر مان في واحد زمان كان بيمثل قبل الكابتن والايرون مان والكلام ده كله في سوبر مان وقع من على حصان على الرقبه ربنا موظف الفرتيرا الكلى في السباك هيجوا نفسي كده بتطلع تحت الفايتال ساين خلاص خلي القطع هنا يبقى حصل شلل رباعي وزري وزري على اربعه في كده لكن مين العضله الوحيده اللي تحت القطع شغاله؟ اللي هي العضله الوحيده اللي اسينشال فور لايف اللي هي النفاق دايفراجماتيك اسبريشن يبقى هنا انا عندي دايفراجماتيك اسبريشن بلس وزري في شلل رباعي ده ماس خالص ده ده انا مش عايز اتكلم عليه ثالث احتمال وهو الاكثر شيوعا ان القطع عن الميت فراتك فراتك هنا طب رجلين شغاله زي الفل مين مين اللي مشدود؟ رجلين يسموها بارابليجيا عشان طرفين متوازيين بارابليجيا زائد نورمال ريسبريشن ريسبريشن نورمال في دماغك يبقى الكومبليت تي اس اوف ذا سباينال كورد فيها كام احتمال؟ ثلاثة دور بضمة ثاني الإعدام وشوكة تحت سيرفايكال فايف الأفراد أربعة مشدودة وبعد كده زائد سيرفايكال اكسبريشن وعلى فكرة ده الاحتفاظ بيه حي صعب جدا يعني احنا في مصر ما نقدرش نحتفظ بيه أكتر من شهور شهور سوبرمان قدروا في أمريكا يحتفظوا بيه سنوات بس مش كتير بقى برضه منهم ثلاثة. صعب واحد عنده شلل رباعي حاجة رهيبة. إنما أشهر الناس بقى اللي بتشوفهم على الويل شير دول اللي هم هنا. دراسة ليه؟ يبقى ديش شغالة. يبقى رجليها بس طرفين متوازيين يسموها بارابليجيا. ما تلخبطهاش مع هيمبليجيا. هيمبليجيا ايده رجل. الشلل النصفي ايده ايه؟ وهي ده مش هيمبليجيا ده اسمه بارابليجيا. عندنا خدنا ثلاث تعبيرات. كوادري بيجي يعني شلل بيجي في اللغه يعني شلل كوادري بيجي يعني شلل رباعي طرف بيجي يعني شلل طرفين متوازيين اللي هم طول واحدين اللي هم معظم الناس اللي بيشوفوا على على ويل شير وهنا بيجي اللي هو ايده ايه؟ كوريجن
ونورمال اكسبريشن. يبقى كام احتمال هنا؟ كام احتمال؟ ثلاثة. طيب بص معايا الانت ده ما خلاص مش هنتكلم عليه، هنتكلم على دول. دول هم اللي عايشين، هنتكلم عليهم. دول اي منهم في ثلاث احتمالات، قلت لك كل حاجه ثلاثه. نتكلم على السنسيشن، وبعدين على الموت واكتيفيتي، وبعدين على الريفلكس. في لو ده لم من دي ثلاث نقط. اثنين هنخلص منهم في ثانيه. كل السنسيشن والووتر اكتيفيتي بلو ذا ليفل اوف ذا ليجر انت خلصت. ايه ان التراك نيفر ريجنريت. الديسندنج تراك ده اتقطع وخلاص عمرها ما ريجنريت. والاسندنج كل السنسيشن بلو ذا ليفل، بلو تحت ليفل اوف ذا ليجر، سواء كان هنا او هنا. خلاص بيكون تراك نيفر ريجنريت. في الفيلم هاخدها على الأمريكا حتى اخر ما هم عشان لما راح المشاهد يحبل الصاحب راح المانيا وخف في اخر الفيلم بقى هو هيروح المانيا وهيرجع يتحرك تاني. ده كلام فاهم. امسك العيال كده بعد الكلام تقول له السنسيشن والموتور اكشن انت. قدام الريجن بلو ذا ليفل اوف ذا ليجن لا في حركه ولا في احساس. ليه؟ لان التراك نيفر السوبر سبينال فيزيشن. لما بنقطع بيحصل قاضي الاجدار للسوبر سبينال فيزيشن. الفيزيشن اتشال.
فالنيرون لتحت بيحصل لها هايبر بولاريزيشن، يعني بتبعد عن الفارنج ايه؟ تبعد، فتبعد. لا السؤال ده مش مهم بس في النظري وفي العملي، القطاع بتبقى اسمينها نصين. ليه لما بنقطع القطاع لمده 3 دقايق مفيش بلاك؟ تقول لها لانها دخلت في ستيديو سباينال شوك، هيقول لك سببه ايه؟ صادق ويترول اوف سوبرا سباينال فاسيليتيشن، ادى الى ايبيديرود وتحت هايبر كورنيشن. طب مده السباينال شوك يقول لك بتعتمد على الدوميننس اوف هايبر سنتر، اهميه الهايبر سنتر، تطور الهايبر سنتر يسموها الديكريت اوف ترانزيشن. الضفدعه ممكن الضفدعه تهاب تاني، فممكن الريفلكس يستغنى عنه ويشتغل بعد منت. اقول للكلاب والزمين، في الكلاب والقطط المخ اهم شويه. اشتغل بعد اور في الريفلكس. في القرود قريبنا اشتغل بعد دقيقة. لما عقل الانسان ده نص في الكلب. الريفلكس سباينال شوك يقعد ويك 2 تو 6 ويك. هما كاتبين مثالين بس عندنا اللي هم علينا. في العمل الضفدعه الستيجن سباينال شوك في الانسان ويك. احنا في ما بين الكاتس والدوك اور ده سؤال عملي مهم جدا غير انه نظري مكتوب بعد الستيج سباينال شوك صفحه 8 فوق ده عادي على اتجاه السؤال 8 فوق ايه الكوز كارت صفحه كوز سباينال شوك اقرا معايا ابتدي عليه عملي مهم غير انه نظري يعني ايه ابتدي افهم السؤال الفكت ار سليم اهو ايه اللي الفكت ما بيشتغلش بالرغم سلامه الفكت ار اللي قلنا ما فيش فكت بتشتغل لوحده كده هو فكت اه ولا ايرادي اه بس محتاج اوامر مش لوحده كل البلد تفاصيل تبقى مسخره فليه ما ليه ما بتقدر تبقى فوق ما بتشتغلش فكت مع ان الفكت ار سليم لان حصل صادم من جوه الاوف سوبر سباينال بوزيشن ادى الى هايبر بوزيشن تمام؟ طيب طب المده بتاعت الفيديو سواء شوك تعتمد على ايه؟ الدوميننس اوف هايبر سنترايزيشن اهميه المده اطول مده في الانسان المخ مهم قوي عشان تستغنى عنه ريفلكس على مده طويله حاجه مع الاعتبار التشبيه ده واحد يغسل والده لو طفل معتمد على والده كامل عشان يكبر ياخد وقت طويل لانه معتمد على الوقت لكن واحد كبير وتداومه وفقد والده هيكبر بسرعه مش معتمد عليه. يبقى الريفلكسز يكبر بسرعه حسب اعتمادها على الهارسل حسب اهميه الهارسل. ده مهم جدا الهارسل. ويت ويت من الضعف. ده عملي برضه الديوريشن هيسالك فيه. طب تعالى نشوف بقى ايه اللي حصل. ارجع لي تاني طبق السبعه. سبع حاجات هتتكلم عليها في الاستديو سبان شوك. طبعا عاوز اقول لك برضه سؤال عمر ما السؤال هيجي كامل هيجي يا اما استديو سبان شوك يا اما استديو ريكفري اللي يعني هيقسموا السؤال في النظري في استديو سبان شوك نظري مهم وسهل. الست لازم معاها ايه سببه والديوريشن. ما تكتبش بس سبع نقط. انت اللي بعدك. مش اطفال يعني تكتب كل ما هو متعلق بالسبان شوك. الاستريتش ريفلكس هيبقى في شقين لا في تون اللي هو ستاتيك ولا في جيرك اللي هو دايناميك. الفلكس والجور اكس لمده 6 اسابيع هتشك الراجل برجله ما يتحماش 6 اسابيع بس بعد كده هيتحب ما زال العين الجاهليه بعد كام اسبوع 6 اسابيع الفلكس والجور اكس هيبقى 3 و 4 لوس اوف فيجوال ريفلكس لا عارف تتبول ولا عارف تتبرر ولا في اريكشن طبعا. امال ايه اللي بيحصل في الاكتريشن؟ تقعد تضغط في البيت في البيت لحد ما الضغط جواها تتخطى قوه السيجن فتبتدي تضغط. طبعا بقالي سنوات بقول المثال ده بس النهارده هيبقى المثال يعني اقوى من اي سنه قبلها. نعرف مثال وراء ماشي على احداث الرائعه. راجل اسمه مارتن لوثر كينج
زعيم الأغلبية السوداء في أمريكا. خلاص لو قتلوه في هلسنك في أحد أيام يناير، عشان كده في يوم في البرونكس كده بيقعد 24 يناير، أنا فاكر من يناير يعني ده كده. فعنده كلمتين مشهورين جدا أو كلمات كثيرة الحقيقة. إنما أشهر كلمة I have a dream. ده الدريم اللي عندنا. اللي كان عنده دريم إن في يوم من الأيام السود دول هيعاملوا معاملة كمواطن درجة أولى في أمريكا، وهذا ما قد حدث. أشهر كلمة I have a dream. تاني كلمة وليها تعليمة هنا. وليها ماشي علينا قال إيه؟ هترجمها إلى عربياتنا عشان ما نضيعش في إله واللغة. لأنها طويلة. قال إن كأس العذاب الإنساني عندما تمتلئ إلى فوهتها لا يصبح هناك ثمة مجال للمزيد. يعني لو حاولت تحط تاني هيحصل ريتنشن ويز اوفر فلو. نجاح العذاب الإنساني عندما تمتلئ إلى فوهتها لا يصبح هناك ثمة مجال للمزيد. Thank you.
تعالى فكرة حلوة جابوها انتم من الكاميرا. قول لي الماكسيمم دوز اللي حطيها بطريقه يحصل لو حصل ليجن فين؟ حتى بلاش. انا مش هجاوبها. الاول فكروا بالاجابه. الباوند موتور سيرفر بتبعت للاترال هوز فيلد من اول كرات كرات للاترال هوز فيلد عند بطل فين؟ انهي ليجن اللي هيعمل ماكسيمم دوز اللي حطيها بطريقه؟ ابار تي 1. لانه كده انت فصلت كل اللاترال هوز فيلد من الباوند موتور سيرفر. طب مين الليجا اللي هيعمل مينيمم دروب لو عم فيها فابريشن؟ ترجع نفسه تحت الاخر لان ما زال كل اللاترال هوب سكند متفقين في الباد هوب سكند. اصعب سؤال طبعا هو متوقع انه تم العبارة الاتيه ذا لور ذا ليفل اوف ذا ليجا ذا لور ذا ليفل اوف ذا ليجا ذا هاير ولا ذا لور لو عم فيها فابريشن؟ ذا هاير. كل ما الليجا بيوصل بيسيب عدد اكتر من نقره رد سيلز متصلين بال بس هو يبقى ده لور ذا ليجا ده هاير ذا اكتر ثلاث اسئله في اكس كيو وورد وايد مشهوره وجامده مش واضحين في الكاس. تاني اللاتر هول سيلز على السيمباتيك اللي بتعمل بعض الكونستكشن واللي بتبتدي من بروسس 1 نمبر 3 ما بتشتغلش لوحدها لازم تتلقى منين؟ البادو بادو سيلز. لو قطعت فوق كراتيك وان كله وقف تحت نمبر 3 مفيش حاجه وقف. اصعب سؤال ده لور ده ليفل اوف ذا ريجن ده ايه ده هاير ولا ده لور ده ارتيكال بريشر؟ ده هاير. العكس العكس ده هاير ده ليفل اوف ذا ريجن ده لور ده ارتيكال بريشر. خد يا شباب وارجع. أنا عاوز أقول لك حاجة جميلة تعرفها لك في الفيديو ولا لا؟ كل حاجة بتتكبر بعد كام أسبوع؟ بعد كام أسبوع يا شباب؟ بعد 9 أسابيع ماكسيموم في الإنسان. أستمع لهم كتير من الزملاء اللي هقوله ده، اللي هم ما بيشتغلوش أفضل. إن اللاترال هورت سيل دي بتتكبر بعد 9 أسبوع. الوحيده اللي بتكبر بعد 6 شهور وتعمل لوحدها برضه كونستكشن من غير برضه موتور سنتر تشتغل لوحدها تعمل برضه كونستكشن وترجع على فيها بريشر. اذر وايز تخيل لو العيان الضغط عنده وقت كيك مش هتشتغل. لو انت جبت الضغط هيحصل ده كيك شات اوف از بيشن في الفار. عشان كده ربنا الكلام هم مش كاتبين معلومه مش كاتبين ان كل حاجه هتكبر بعد 6 شهور اكسبت اللاترال هورن سيلز بتكبر بعد 5 شهور عشان ترجع حته افيه بابريشر نور والا العين موت من دين اكلية. الكيدني عشان تشتغل لازم الضغط يبقى ما بين 90 و 220. في اوتو ريجوليشن بس بتاع 90 ما فيش اوتو ريجوليشن. صح؟ يبقى ما بين 90 و 220. طيب دلوقتي قلنا ريفلكس ليه انت لما بتنام على ظهرك ما بيحصلكش بيت شوت؟ لما بتنام بيحصل حاجتين. الحته اللي انت ضاغط عليها بتسحب بتعمل كام حاجه دي تاني؟ باد وين؟ تاني انسول. لما يجي حد ريفلكس العينين بنسمع العيال عنده شغل يجيله الكيوبيتال الفا بيت فورس الكيوبيتال الفا اللي هي بيت فورس بسبب فقدان هذا الكلام. ده نص السؤال اللي هو ستيج اوف سباينال شوك. اقوله تاني كل حاجه هديها لطيفه كانها بتذاكر مع بعض تحفظ مع بعض. هيفقد الاستريتش يوتكت بشفايلي ومعاه الاستريتش والدرول وهتعرف بعد شويه ايه اللي مع بعض. ليه تهتم بالريكشن ميكس بعد الريكشن ميكس؟ الكلام ده هيبقى اللي بعده. هيفقد كل الفيسترال ريفلكسز ده في مكتوريشن لا في ديفيكيشن لا في ريكشن. بس المكتوريشن لازم تعقب عليها تعقيب خاص، هيبقى شكل المكتوريشن ايه؟ المكتوريشن دي المفروض كل شويه نعمل مكتوريشن، لكن مش كل شويه نعمل ديفيكيشن او ريكشن. ان العيان هيحصل له ظاهره اسمها ريتنشن ويت يقعد يتضرب بالملي 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 لما بالملي خالص اي نقطه جايه زياده بالكيدني يحصل لها اوفر فلو باطل بوفر فيه نكاسه العذاب الثاني عندما تمتلك تفرقها الى ايه؟ شهريها لا يصبح هناك ثم مجال للمزيد التنشن وين؟ اوفر فلو. يعني
يعني اول سنه اولى والمبلغ بتاع الطاقه يوصل يعني تاتش 250 ما ينفعش في حدود الناس ما تقدرش تخطاها ما تاخدش جدع يبقى دول يبقى دول خدنا بعد كده فينا ستيب مع فيها بابريشن اظن فاهم بنحاول نشوف حاجات تحفظها مع بعض فينا ستيب نعم فيها بابريشن الاثنين هيقلوا فيها ستيب لما يقلوا الريجكت ما فيش دول الريجكت تسعه وتبقى فين فيها بابريشن فيها ثلاث اسئله رهيبه هم مش مركزين عليها بيجيبوها من اسئله ومش مركزين عليها فهمتوا لك تقعد موتور سنتر وتقطع بلاك اور سنتر تقطع بوكس جرافيك وقف الغلطان كلهم بوكس توت مع فيها بابريشن تحت لندن 3 حاجه فاضيه فيني ما تروح مع فيها بابريشن اصعب سؤال افتكرها بالعكس ده لور ذا ليفل وهاير مع فيها بابريشن والعكس بقى وبعدين نبقى تتابع على اليوتيوب ده سؤال تيجي تحب الرجيم الاولى ويروح تيجي بالدوري والثاني عشان نوصل في الستيج ريكفري والتكنيك يعني هيتو بتاع كل فراش اولا عشان توصل في الستيج ريكفري لابد من ان تعتني بالمريض بتاعك لو ما اعتنيتش بيه 80% المرضى هيموتوا فاهم؟ 80% هيموتوا لو ما عملتش الهجوم ده ايدي في المجتمع، العيال عندهم كومبليت يعني. نجح الانسان في انه يديوس سنتيجرافات 6% في شويه الحاجات اللي بيعملها دي. مكتوبه فرق 86%. واحد العام مش عارف يتبول. لو شفت جوي الجامعة لمدة 6 أسابيع هيعمل له رينا تراك انفكشن رينا فيلير اند ديث. فتحط له قطر كاستراليشن. كاستراليشن يعني قطر. وطبعا ليك ترايل كونديشن تلاقي مطلوب منها حاجات غريبه قوي لازم تبقى لابس يعني ماسك واللوانتي وماسك الاطفال الحته اللي مش هتقف العيال مش ماسكها من الاول الفكره لو سهل يعني تحاول ما انت تبقى بعيد عشان ما تاخدوش مش داخل الاطفال تدخلوا الانفكشن تنزل ليه؟ ما عندكش عارف يتبرز تعملوا ريكتال انيمال حقنه شرابيه كلها مستوى العيان هيجي له قرح فراش يبقى لازم تقلب العيان ما يقعدش على جنب واحد على طول مش تقلبه يعني تقلبه هيقلبه بالليترال مين خلاص طبعا في حاجات تانية هم مش كاتبينها ان النهارده بيحطوا العيانين ما هو اي نقطه فيها ضغط هتقلل ده السبلاي بتاع القرح فبيستخدموا يا مراتب هواء يا مراتب ميه معلش كلام مش صحيح قوي بعدين لازم الملايات تبقى الشيت تبقى مشدوده الملايه لان لو الملايه مبنيه الثانيه دي شارب اتش بتعوض بس عارف انت بتتعوض بورق لو ورق اسباني شارب تعوض فلازم تحرص الملايات دي تبقى مساحه مفتاحه ما يبقاش فيها اي ثاني لو كانت الملايه هو عمال يحك بيها على الشيت على الملايه هتعوض وبعدين لازم تنهي الظهر ده مع الناس بس تبقى فاهم يعني الكل اما بودر التلج اللي دي بتعمل هاردنج وغسيل. يعني هم كاتبين نقلب العيان عشان ما يبقاش حته مظلومه، لكن في حاجات تانيه لازم المراكب هواء او ميه، لازم الملايات مشدوده جدا ما فيهاش اي فيه بناية ولازم الظهر والذهن كل يوم كل يوم بودر التلج بتاعت الفيديوهات دي عشان ما يتسلكوش. صح؟ والقلب هي دي. اديله انتي بيوتك طبعا. عشان برضه هيحصل انفكشن خلاص ده كله فيبقى عامل امبريلا او انتي بيوتيك يعني مظله ان الانتي بيوتيك تمنع حدوث اي انفكشن وجود انفكشن اند فلويد ان فيها ريشن انتجه بفوز الانفكشن ده الكير كل ده يتكلم مع سؤال السبايدر شوك وسهل نيجي ستيج ريكفري وانفكشن طيب بص معايا بقى ليه الريفلكس ده ترجع؟ هي طبعا المفروض ترجع لان الريفلكس اهو سليم. بس دلوقتي نيرون دي في حاله ايه؟ حتى صور مش. بعد 6 أسابيع بيحصل حاجه جديده قوي. بيزيد حساسيه الريسبتور الكيميكال فانكشنينج. يعني هنسمع كده. الريسبتور بتبقى حساسه اكتر للكيميكال فانكشنينج وبعدين نفس الفايبر دي بيطلع منها كلها خالص.
وبالتالي في مور فيتيكال وبالتالي مور كريتيكال ايه؟ ترانسميتر، يعني حدث تغيرات. تغير في الترانسميتر وتغير في الريسبتور. مش احنا قلنا ايه لوحدها بس الريسبتور والترانسميتر مع بعض يشتغلوا، ربنا حدد اثنين. خلى الريسبتور مور سنسيتيف اللي هي الظاهره خدناها اسمها دي من ميشن هايبر سنسيتيف. لما تقطع العظم بيحصل هايبر سنسيتيف. وبعدين حصل كلها بيطلع مور كريتيكال ترانسميتر. فرجع تاني يشتغل. تعالى بقى ستيديو ريكفري وتامل خاص بالعبد الله خاص جدا. ريش ريفلكس، احنا عارفين الريش ريفلكس في اللور نيمس اساسا بتكون اكثر في اللور نيمس من السنترال ريفلكس. ايه رايك؟ نورمالي في اللور نيمس بتكون اكثر في مين؟ ومع ذلك ربنا لما بيرجع التورم في دورين بيرجعها لاول سيل فليكسس. فتلاقي العيان لو عودت المريض تلاقيه تاني جيبستري يسموها بارابليجيا انفليكشن، مع ان نورمال التورم اكتر من استاذ، لكن ربنا عكس. بعد تسع سبيل يرجع التورم اكتر من فليكسس. بعد ست شهور هو اللي هيرجع عادي يفرد الكيس يسموها بارابليجيا ان اكستنشن. ده بعد تسع اسابيع 6 ويك. انما ده بعد 6 ايه؟ تأمل خاص لعبد الله. لما تشوف العام زيه قلنا مع انه مش حاسس وإراضيه ما يقدرش يحرك رجله. لكن خدناه بيعمل فليكسر وانترول. انهي عضلات اللي بتعمل فليكسر وانترول؟ فليكسر ولا الاكستنشن ولا بتعمل فليكشن وانترول؟ العقل سؤال الاخيري اني عضلات بتعمل فليكسر وزار. عشان كده ربنا رجع التون الاول اكتر في مين؟ في فليكسر. ده علاج، مش علاج طبيعي، في علاج الهي. لما نجيب واحد بتاع علاج طبيعي عشان العضلات ما تكبرش يقعد يلعب في جيل عام مشلول، عشان لما يحفظ يكمل ما تبقاش العضلات ضامره. ده علاج طبيعي، في علاج الهي. ربنا عارف ان العضلات بتعمل اهم الفليكسر اللي هو بروتكتيف فليكسر. الفليكسر وزار هي الفليكسر. فعشان كده عكس الآية وخلى التون يرفع أكتر لأول مرة في الفلكس. تلقي عند حدوث الفلكس والترول الفلكس. عشان كده بتبقى أقول لكم الاثنين مع بعض، ليه خدتهم مع بعض؟ اللي بعد ستة أسابيع بيرجع التون لأول مرة عكس الحقيقة في الفلكس، تلقي عند حدوث مين؟ الفلكس والترول. وإيه؟ بتناغم رائع، أول لما تشك العيان يسحب صباعه الكبير بس، وبعدين يدي الأنف. وبعدين يدي النيل، وبعدين يعني جراديو. يعني بعد ست اسابيع شكه تلاقيه بيحاول يسحب صباع، مش قادر يسحب صباع، وبعدين الانكل، وبعدين النيل، وبعدين ال يبقى دول اول حاجتين بيرجعوا. وبتداوم راح ان الفيش ليكس رجع اكتر في الفيش، وبعدين حط الفيش والفرش. كيف ريجكتد الجيرب يرجع لل الجيرب اللي هو النيل جيرب للانكل جيرب. دي كلمة ناقصة. نيل ذن انكل. بتجيب ريفلكس. في فرق تيجي جنبها جيب يعمل لها حاطين حتة فاضية. بتجيب نيل جيب ذن انكل جيب. بتجيب ريفلكس كمان ثلاثة. نيجي الناس ريفلكس وفي تأمل خاص بعبد الله اللي هو كله نوع من الدول الشاشة. ما ينفعش نكتب بدون التعبير. واعتقد ان الجملة اللي هيكتبوها او اذا كانوا كتبوها. تصور لان حاجة غريبة قوي. فبص لما شفت العام في الجرافيك. لقينا بعض العيانين مش كلهم بيسحب بوست لوحين، يسحب بوست لوحين في الانتي اسيد ويحصل له سويتنج بلو ده ليفل وليفل نمره اثنين، يحصل له ريشن ميديكيشن نمره ثلاثه على نفسه، ونمره اربعه رايت في الارضيه بابريشن. يبقى الشكه اللي كانت بتسحب رجل واحده عملت اربع حاجات فسموها ماس ريفليكس ليكشر بوست لور هيمز اند ابدومن، وبعدين سويتنج فيكتوريشن ريفلكت فيكتوريشن انتيفيكيشن، وبعدين نمره اربعه اللي هو رايس ارضيه بابريشن. ايه اهميته؟ قلت ان الناس على ويك شير انتوا فاكرين مشكلتهم ان هم ما بيمشوش، عندهم مشكله اعمق نفسيا ان هم ما بيتحكموش في القول والمراد. ده البيبي اللي عنده سنتين يا اما الفضل كده بيلبسوه فاهم، لانه مشكله
بيلاحظ ان ربنا اربيه بخير، عدد من العيالين مش كلهم بيحصلوا لهم نفس الفكره، لما بيشوف رجله بيحصل ايه؟ ليكشن اوف بوستور ديز اند ابدومين سويتنج بكتوريشن كوديفيكيشن ورايسر اوتيرمال بريشر. يعني اسكيل. طب ما ده سام سورت اوف كنترول بكتوريشن اند كوديفيكيشن، هيكون الصبح على الويك شير يدخل التواليت بتاع الناس الهانديكاب ويقعد على السلطانيه. مجهز نفسه يروح قارس فوق. فليكشن اوف بوستور ديز اند ابدومين سويتنج بكتوريشن اند كوديفيكيشن. يبقى حاجه لا تتصور سعاده مريض قدر بطريقه ما يتحكم في النيوتريشن ادفيكيشن، فظن ان يقعد يوم كامل ادفيكيشن مش هيحصل وخلاص عمل ادفيكيشن والنيوتريشن ست ساعات اهو ماشي. لان حاجه سخيفه ان عيل كبير ولابس الحفاضات ويغرق نفسه للجيم. لكن خد باله ان الناس اللي فيكس اللي ربنا عمله راح بقى من ايه؟ سم سورت اوف كنترول. عشان كده كاتبها لك انا امبورتنت. It keeps paraplegic patients free of bladder and bowel control. اتمنى انكم كتبوها، يبقى اثنين بقول اكتبوها، هي مش مجرد ريفلكس. ان الريفلكس يرجع الاول في الفلكسور تشجيعا لحدوث الفلكسور جوه. الماس ريفلكس يساعد النيوتريشن والديفيكيشن. كل شيء يدل على انه وراء الخلق خالق. شو اللي ماشي؟ اوتونوميك ريفلكس. قلنا بقى البلازر دي تعينها اهو ترجع اوتوماتيك بلازر عند البيبي، اوتوماتيك اللي هو يبدا يفضي زي البيبي، مش تنشن اوفر فلو. يعني الاول كان يتنشن اوفر فلو راح تديله قطار. بعد كده رجع زي البيبي. حلوه كحاجه فيزيكالي، البيبي ما بيحصلوش فيها فاك انفكشن، البلازر بيتهيألي بيفضيها. بس سايكولوجيكالي وحشه بيغرق نفسه. مش مهم السايكولوجي، حتى ربنا ساعده السايكولوجي بالناس ايه؟ لكن لما كويس احنا بنقعد مستنيين يرجع للتيشيرت فيكس، البلازما ايه فاضي وقتها عشان يشيل الاسطره، افهم ان الاسطره ما يجيب سيلز اللي بيشتغلوا ناس كتير ده بوتنشال سورس اوف انفكشن. الاسطره دي كل مره بندخله اسطره ونشيل اسطره عشان نغيرها كل كام يوم. في مره الاسطره نفسها لو الدكتور مش مدقق جدا وساعات يبقى مدقق بتجيب له ان هي فات انفكشن برضه بتجيب. فاحنا املنا انه يرجع زي البيبي، يرجع للبلازما تاني ترفع
وقبل ما خيالك يبغى بعيدا، وانا عارف ان كثير من الزملاء حتى ما بيتعملوش يقولوا الحاجات زي ما هي مكتوبه، حاجه تاريخ العام مش هيجي مش هياخد اي بليجر في الحكايه، لان عنده مش حاسس بلود ليفل، عنده كونفليكت كده. لما عرفت له بالبين يحصل له ريكشن ريبريشن، نو بليجر ليه؟ لان فيك سنسيشن الموضوع هنا، امال ربنا عاملها ليه؟ احتاج له الظلم. سوبر مان لما حصل له كوادري بليجيا فاكرين لما وقع من على الحصان وجات مراته قالت انا مش هسيبه عشان اتخلى عن جرامي عنده كوادري بليجيا، وقالت انا هخلف منه. انا اسالوا ايه الهبل ده؟ ده واحد عنده شلل رباعي ضايع خالص تحت الليفل، خالص ازاي؟ فجابوهم في السي ان ان بيجيبوا بقى الناس الاطباء بتوع السي ان ان، دلوقتي في راجل اللي هو الهندي ده خلاص مش هيقعد يتكلم كويس قوي، ما كانش يعنيها خالص. وسالوه الست يجيبوا لك خالف منها، خالف منه ازاي؟ فشرحوها، قالوا احنا هنعمل له كويتر سيتكس، هنلعب له سبين، هيحصل له ريكشن ويجيكليشن وناخد السين نحطه في سين باين. خلاص؟ وبعدين نعمل ارتفيشال انسيمينيشن لزوجته من السيمن بتاع زوجها اللي ليجل يعني مش حاجه غلط. السيمن بتاع الزوج هنحطه في الفيميل نوصله بالخل. يبقى فهمت ليه ربنا عامل كوتا في الناس؟ لما خالك ما يروحش العيان عنده كوادريبليجيا ويتسلى او بارابليجيا عمال يتسلى روحه ماستربيت. لانه مش عايز حاجه. فليه ربنا عاملها؟ عشان فور 6 مانث نقدر ناخد السكين ونستخدمه فور اوفيشال سكين، ده اللي قالته زوج السوبر مان. 6 مانث افتر ريكور تاوزان فيكشن. خد بقى اللي بيحصل، بدل ما كنا فور اوفيشال انفكشن خلاص الحمد لله حته انفكشن رجوع. انفكشن اتمرنت ودي انفكشن رجوع، يحصل فور اوفيشال ايه؟ اكستنشن. لسوء الحظ دي ما نعرفش ليه الناس بتفلكوا. اللي كان سببه هايبر اكسايتابيلتي الذكور بيختلف. واللي ما كتبوش الجميل الكويتر في التكست كمان بيختلف. ربما ربنا عملها له حاجه بتساعد السايكولوجي بتاعه في البدايه انه قادر يتحكم. يعني ما ضاعش خالص. انما بعد 6 شهور الناس التكست بيختلف والكويتر في التكست بيختلف. بعد 6 شهور بيحصل ستيبنج للتكست. لا دي مش كمان اصلا. بوستيف سبورت. ايه بوستيف سبورت تاني برضه مش هشرح لان الزملاء بيشرحوا مش طريقه. احنا جايين نقرا. جايين نتاكد ان وراء الخلق خالق. تخيل انت العيال اللي عنده كومبليت اي اس في السبان كور ده قاعد على ويك شير ما يقعدش يقعد. ايه رايك لو انت هتبقى طويل شويه بعد ساعتين قلت لك ما حدش يقعد؟ كمان بتتحرك. ده بيجي.
الحليب مش كذاب، انا في تامل خاص لعبد الله. الزمن يثبت قول الله ان حاجات رجعت بعد ست اشهر، وحاجات بعد ست عام، وحاجات بعد ست ويك، وحاجات بعد ست شهور. هما بس ما بيلاقوش ست اهو. بعد ست اهو ايه اهم حاجه لازم ترجع؟ والا الكيتي والشاب قاضي. فعشان كده الافضل هو مثالي سكار بالروح من غير بعض نظر شاسع. بس طبعا عمر ما هنرجع باك تو نورمال، هيبقى في شويه كورتوستاتيك هايبر تنشن. يعني اول ما يقعد يحس بداية شويه. مع ان الضغط اللي بياخده انت هايبرتنس بلاس مع دوت مش كده يعني. 40% من الناس الكبار في مصر اللي بياخدوا ادويه هايبرتنشن بيجي لهم كورتوستاتيك هايبر. طب بعد 6 ويك شوف العنايه اللي هي ربنا اهتم بالحاجات الاورجانيك. انه ايه؟ رجع له الاول السبيش افكت لاول مره، المفروض يبقى في النوع دي في الاحساس، رجع له فين؟ ريكشر، كانه علاج عشان تكسر تبتدي تشتغل عشان يحصل ريكشر للنوع. فالوحيد بقى مكان بينقط وحاطط له قسطره بقى عنده مناسك. كده رائع. ممكن اب كنترول يوم يوم السبت الصبح نازله. عايز الكليه هناك تتحكم فور هيلث عمليه نيوتريشن موديفيكيشن. ايه اللي قلت بسوبر مان؟ في كويتا ديتكت عنده من 6 ويك و 6 مانث يقدر يجمع سيمن ويستخدمه في ارتفيشال جين ستيميليشن. 6 مانث قلنا رجعنا فورتيجي ايه؟ اكستنشن واختفى المان في 6 كويتا. هو مش كافيين هم الاثنين اللي بيحسبوا كافيين ده بس كويتا اكستنشن. وكافيين رجع عنده فرصه سبورتنج رياكشن ما كتبوهاش قيمتها ايه؟ قيمتها العام ممكن يقف على رجليه مكتوله. حاجه ما تتكونش. يبقى دي ميزه لو الاطفال ما كانوش ما رجعش هيموت. دي اورجانيك. حاجات عضويه، دي حاجات نفسيه بيقع. لو كان رياضي ورافع على نفسه تماما تلاقي دي عماله حرف. ما عندهوش سر الحرف. ده يعني. ايه سبب الريكفري؟ ايه سبب الريكفري بقى قلنا؟ ديجا انجكشن هايبر سنسيتي وانكريت كولاترال فروم يرجع تاني البيت كويس يبقى مشينا على الطرف في انفكشن. في احسن من البيت، ثاني انفكشن.
العالي مش كلهم بسبب الهايبر الشديد بتاع الحاجه الخصوصيه الكبرى وغيرهم نفس الحاجات يبني للكل في الوقت ده. ودي تحت ليفل ثانيه الكريشن اديوكيشن دي مهمه الكريشن اديوكيشن ورئيس الارضيه بتاعك ماشي والارضيه بتاعك مش رجع ده هشوفه بعدين تعال فيها السر رجع ابتدى يشيل طول السر. وبعدين اخر حاجه عندنا كويسه في الدكش وحط له قصه بتاعتك تلاقي الراجل مقطوع هنا وتقول هتنخلف منه هنعمل له مانيبيوليشن في التيم اللي يحصل له الكتشر مانيبيوليشن هو مش حاسس حاجه مفيش انتاج ما تفكرش العيال ممكن يستفادوا منها من الاسترباي مفيش الكلام ده تقدر تاخد السيت كويس السيت بعد 6 مانث فرق يرجع عاليه يقفل رجليك ما فيش انتاجر النوم هيطول اكتر من الاسترباي يضيع المال واللي ما بيعملوش الزميل ويضيع علم ويرجع يقدر يقف على رجليه ممكن سبورت ريجاكشن ما بيعملوش التاريخ بوستيف.